هذه كمان باش نحمي روحي. من اللي بدات الازمه بتاع كورونا ستريس وخوف من المرض. الواحد قاعد يجتهد باش يحافظ على صحته وسلامته وعلى صحة سلامة ولاده زادة، والقضية الكل تخرج تدخل من برا نظفوها ونعقموها ونحاول نستعمل ماء سخون والخل. بعدنا على الفاميل تاعنا، معناها على الوالدين وعلى اخواتنا وعلى حبيبنا وعلى بناتنا وعلى ولادنا، فما يبداو في ديارهم والكل بعدنا عليهم وعلى حفاتنا بعدنا عليهم برشا، فهمت كيفاش هذاك الوحش هذاك. وقتي انا مغروم بالكتيب، بون مش مغروم بالكتيب على خاطر خدمتي هي تاعو ونعيش منها، فهمت؟ دونك نكتب في الفيد نتاعي وكثير دا انفورميشن في نجي نقعدوني، يعني يا اكثرية الوقت نقعدوني نتعمل سيجار ونقعد ساعات نعمل كيس بنتنفس شوية، أنا المدينة نضيفة من فوق، راني الكيسات فارغة، راني بليت في ماج، معناها ما شفتهاش قبل، أول مرة أنا حتى ممكن في العيد وبيريود الكوفر فيو نتاع الثورة، كانت فما معناها شوية موفمون، معناها مش بطريقة هذي، فهمت؟ في الوقت هذاك كان فما حياة، تحس اللي فما حياة في وسط الفوضى، توا ما فماش لا حياة وما فماش الفوضى. نبدو فايقين لها إلا باش نكونوا فايقين، نحميو رواحنا نحميو الطرف الثاني زادة، مش باش نخافوا كان على رواحنا برك، حتى الطرف الثاني اللي يزم نفكروا هكاكا، فهمت؟ حتى الطرف الثاني اللي انت ما تعرفوش انت تخاف عليه زادة، كيف حتى إذا كانت تخاف على نفسك وتخاف على الطرف الثاني أكيد باش نتخلصوا منها الحكاية هذيا، وقدرة ربي نخرجوا منها سلامات إن شاء الله. أنا الأسانسور ما عمري ما سيت، معناها كذا شهور هذوما الأسانسور سوا بالقوم ولا بلاش قوم، معناها عمري ما نلبس الأسانسور بسوية بعيد، ديما عندي المفتاح والمفتاح هذيك هو اللي يتحكم بيه في كل شيء، في البلاط والبرا من البلاط. دونك مايغري لي لاسونسور نضيف وهوني في البلاس الجيريني، معناها فما كذا شهور فما شكون تاع كذا شهور ما قابلتوش، فما شكون معناها بالرسمي في كونفينمون توتال، فما شكون في يخرج من بعد ثلاثة جمعات، فما ما عادش تقابل حتى واحد، ما عادش تنجم تحكي معاه جوست، معناها من بعيد هكا نقعدوا مع بعضنا شوية في جنينة ومن بعيد نحكيو شوية، وبعديكا معناها كل واحد يروح على روحه، فهمت؟ كل واحد لقى سيستم جديد لحياته البداية، معناها يتأقلم معاه، وكل واحد من الأول خاف شوية، وحتى
تحضر برشا قلق وبرشا ستريس هذوكم بكل جو من الفيد فهمت التونسي بطبيعته اليوم فيد واحنا احنا في حياتنا عندنا برشا فيد دونك كل واحد لقى باش يمليه الوقت هذاك فما شكون يعرف سبور يخرج يعرف سبور فما شكون يقرا فما شكون يكتب فما شكون يرسم فما كل واحد قعد معناها فما شكون يتفرج في الافلام اللي سيني فيه قعد معناها يملي في الوقت هذاك بحاجه معناها اللي حب عليها هو ويدي حاجه باهيه على خاطر منفعل كنا الوقت للواحد كل ما هو مطالعه وكتابه هو هذاك الحركه اليوميه الدؤوبه بتاعي مش فقط باعتبار خصوصيه عملي اني صحفيه وعندي اهتمامات بحثيه اكاديميه لا اكثر من هكا انه هو هوايتي الكتابه والقراءه وبالحق دوبلي في فتره الكونفينمون لليوم معناتها ممكن قبل كنت ساعات كان عندي برشا ضغط خدمه وبرشا التزامات مع العائله ممكن نعالجهم عندي اسبوع ما نقراش في الكونفينمون وملي بديت الكونفينمون يلزم يوميا على الاقل صفحه صفحتين كل واحد يقعد يلقى شويه حلول مع روحه ويفهم روحه شويه وين ماشي وين جاي شنو هي الحاجات الباهيين اللي عملهم شنو هي الحاجات الخايبين اللي عملهم يراجع روحه شويه في البريود اللي فيها بيس نعرفوا احنا اكثر خاطر نجموا نخرجوا منها سلامات ان شاء الله ونجموا نرجعوا اقوى من قبل واكيد باش نرجعوا اقوى من قبل على خاطر معنيش شويه واحد لازمنا نرجعوا اقوى من قبل ربي يحمي تونس إن شاء الله مش من الكورونا بركة ربي يحمي تونس من كل إنسان نويلها حاجة خايبة ربي يحمي إن شاء الله